اللهم صل على المصطفى ابي القاسم والمرتضى ابي الحسن والزهراء ام الحسنين والزكي ابي محمد والشهيد ابي عبد الله والسجاد ابي الحسن والباقر ابي جعفر والصادق ابي عبد الله والكاظم ابي الحسن والرضا ابي الحسن والجواد ابي جعفر والهادي ابي الحسن والعسكري ابي محمد والمهدي ابي صالح بقية الله في ارضه وحجته على عباده فمعكم معكم لا مع عدوكم آمنت بأولكم وآخركم وفوضت بعد الله إليكم والسلام على ظاهركم وباطنكم وأجسادكم وأرواحكم وأقوالكم وأعمالكم ورحمة الله وبركاته.